أحسن الله إليكم. السائلة التي رمزت اسمها بألف ألف تقول: يا شيخ، أنا أنوي أداء فريضة الحج إن شاء الله، ولكن لا يوجد من أذهب معه، حيث أن أولادي صغار وزوجي رجل مريض منذ سنوات بالسكر والضغط والقلب، ولا يستطيع أن يأخذني لهذه الفريضة. هل تسقط عني مع أن عندي مال؟ ولله الحمد. لا تسقط عنك حجة الإسلام، بل تبقى في ذمتك، فإذا تيسر المحرم فيما بعد تحجين معه. نعم.